بسبب الظلم الذي يعاني منه المسلمون الإيغور وغيرهم من الأقليات في الصين. يحاول بعض الشباب الهجرة بطرق غير شرعية للهروب من الواقع الأليم. بلال واحد من هؤلاء الشباب الذين قرروا البحث عن فرصة أفضل في الحياة. وقد خرج بلال مع 62 من الإيغور من الصين وذهبوا إلى تايلاندا بدون الحصول على تأشيرة. وقد ألقت الحكومة التايلاندية القبض على هذه المجموعة، وقد قامت الحكومة بوضعهم داخل السجن وتعذيبهم بطرق وحشية. وبعد مرور 3 سنوات في السجن مرض بلال، وقامت الحكومة بأخذه إلى المستشفى، وبعد أيام قليلة في 1 أغسطس الجاري توفي بلال داخل المستشفى. وقد قامت مجموعة من المسلمين في تايلاندا بأخذ جثمانه ودفنه بحسب الشعائر الإسلامية. رحم الله بلال. في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، بعد فشل محاولاتها في الدراسة الجامعية، قررت أوروغوري نصر مساعدة عائلتها في العمل في الزراعة مع العائلة في محافظة يينغشيشا في كاشغار. وكفتاة مسلمة من الإيغور كانت ملتزمة في أداء الشعائر الإسلامية، ومنها الصلاة وارتداء الحجاب. ولهذا السبب قامت الحكومة بإلقاء القبض عليها والحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ارتداء الحجاب والصلاة. في 2 أغسطس عقد اجتماع لوزراء خارجية الصين ودول جنوب شرق آسيا التي يطلق عليها آسيان في سنغافورة. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق حول تسوية النزاعات في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وسيجتمع مسؤولون من الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا مرة أخرى في الفلبين هذا الشهر لإجراء مزيد من المشاورات. ويعد بحر الصين الجنوبي أحد أهم الطرق الدولية في العالم، حيث يوجد فيه الكثير من النفط والغاز الطبيعي ومصايد للأسماك. ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الإيرانية تنظيم احتجاجات في عدة مدن في البلاد، عاصمة مقاطعة فارس ومدينة شيراز ومدينة مشهد في شمال شرق البلاد. وخرجت هذه المظاهرات للاحتجاج على المشاكل الاقتصادية في البلاد. هذا وطلب البرلمان الإيراني من الرئيس روحاني عزل عدد من الوزراء المسؤولين عن التنمية الاقتصادية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك أمر البرلمان الإيراني الرئيس روحاني بالإبلاغ عن الإجراءات الحكومية للتغلب على المشاكل الاقتصادية في غضون شهر. في 2 أغسطس تم إنقاذ 87 من طالبي اللجوء من ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من قبل منظمة المساعدة الخيرية. وكان طالبو اللجوء قد عبروا عن سعادتهم لأنهم بقوا على قيد الحياة وليس لديهم أي فكرة عن البلد الذي سيتقبل طلب لجوئهم، وقد رفضوا العودة إلى ليبيا. في ولاية راخين في بنغلاديش أدخل شاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب آلام أصابته في بطنه، وبعد وقت ليس بالطويل أعلن الأطباء عن وفاته، وقامت أسرته بالاستعداد لدفنه. وعند تسلم جثته تفاجأوا بسرقة جزء من أعضائه الداخلية.